نعمل مكرونة برضو بشاميل، بس هنعملها من غير لبن، من غير بيض، هنعملها من غير خضار. تنفع لو حد، لو صيام طبعا اخواتنا المسيحيين، تنفع لو حد نباتي، تنفع لو في ناس بيبقى عندها ساعات حساسية من اللبن والكلام ده كله، تنفع تبقى اقتصادية. فيعني في كذا حاجة تقدروا اللي انتوا تستخدموها فيها. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي مكرونه بشاميل انا هسميها صيامي، زي ما قلت لكم بقى ممكن نقولها نباتي، ممكن يعني نعملها اقتصاديه براحتكم خالص. هستخدم مكرونه بنا، وهستخدم مشروم فريش، وعندي كمان جزر مبشور وكوسه مبشوره وبصل مفروم، وعندي كمان 2 فص من الثوم، وعندي كمان مكعب مرق خضار تمام، وعندي ملح وفلفل وجوز الطيب وبابريكا. وللبشاميل عندي 5 معالق زيت، 5 معالق دقيق، 1.5 لتر مرقة خضار، والوش بقسماط. هقول المقادير مرة كمان. محتاجة عندي مكرونة بنا، عندي مشروم فريش، جزر مبشور، كوسة مبشورة، وعندي كمان بصل مفروم وفصين ثوم، وعندي مكعب مرقة خضار وملح وفلفل وجوز الطيب، وعندي بابريكا. وللبشاميل محتاجة 5 معالق من الزيت، 5 معالق من الدقيق، 1.5 لتر مرقة خضار، وللوش بقسماط. تعالوا أول حاجة هنعملها، هحط كده الووك عندي وأحط شوية زيت عشان هعمل الحشو بتاع المكرونة بتاعتي. أهو حط شوية زيت كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ أعمل الحشو بتاعي. هجيب كل الخضار اللي عندي، البصل والمشروم والكوسة والجزر، كل ده كده ايه هبدأ انزل بيه. هنزل اول حاجة بالبصلاية، مش عايزاها تدي لون، عايزاها بس تدبل. هزود بس شوية زيت كده بسيط، ولما اجي ازود زيت بصوا زودوا على طرف الطاسة السخنة عشان ما تبردش عندكم الحاجة. اهي احط شوية البصل دول، احط شوية المشروم، شوية الجزر، ممكن بسلة احط، ممكن اي نوع خضار انتوا حابين تحطوه تقدروا تحطوه. اهو اقلب اقلب، بصوا كل الخضار كده مع بعض، البصل والجزر والمشروم والكوسة اهي، ممكن فلفل كمان الوان اهو كده. ممكن الحشو ده نبقى عاملينه في جلاش، يعني مش شرط كمان مكرونة، ممكن تعملوه في جلاش تمام. اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض. احط كده المكعب بتاع المرق الخضار، استخدم كده مرق خضار فيها، وهدوبها كده، دوبها كده معاهم السخونية دي اهي، عشان اتأكد بس ان هي كلها ايه، عشان ما يطلعليش حتة كده ايه وانا باكل هتبقى مملحة قوي معايا اهي. خلاص واقلب كده، الملح والفلفل هجيبهم. شوية فلفل اسود، شوية ملح بقى بس خفيف عشان احنا حاطين مرقة. هحط شوية بابريكا، بهار او جوز الطيب ممكن برضو نبهر بيه هيبقى حلو جدا. وهحط فص الثوم كمان معاه، شوية ثوم كده مهروسين، واقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض. بصوا ده كده الحشو عندي، انا بعمل الحشو بتاع المكرونه البشاميل اللي عندي اهو. بصوا كله مبشور فمش هياخد وقت خالص في سوا اهو. خلاص بعد ما يوصل للمرحله دي هحط فيه شويه ميه كده، يعني عايزه ادبل سنه اهو، بس حوالي ربع كوبايه مش اكتر من كده اهو كده تمام جدا.
تعالوا بقى نعمل البشاميل. نجيبوك اجيب ويسكي سوري، احط الزيت اللي عندي، الزيت قد الدقيق في كازرول كده، هحط 5 معالق زيت و5 معالق من الدقيق وهقلبهم مع بعض. احنا هنا بنعمله نباتي فمش مستخدمه ولا زيت ولا زبده ولا سمنه اهو. اقلب كل الكلام ده كده مع بعض، اسوي الدقيق شويه، وبعدين احط عندي مرقه الخضار. ادوبهم كده فيها واقلب. ما حطيتش اهو لبن، ما حطيتش اي حاجه، زيت ودقيق وميه. الملح والفلفل فين يعني؟ هاتلي رشة جوزتك اهي، حط رشة فلفل اسود، ملح بسيط برضو عشان عندي المرقة فيها ملح، وهخفف بقى بشوية مية عشان كده بشاميل عندي تقيل. مية يعني اهو، تمام. خلاص ارفع بقى من على النار، وارفع كمان الحشو من على النار، اطلع الكيك يعني، او اطفي الفرن. اطفي الفرن حشو كده كمان تمام جدا معايا، والمكرونه. تعالوا بقى ايه نبدأ نعمل الطاجن بتاعنا أو المكرونة بتاعتنا. هحط شوية بشاميل تحت كده، هحط شوية كتير عشان أنا هحط المكرونة من غير ما أقلبها في البشاميل أهي أهو. هحط شوية كده كتير عشان هحط المكرونة مسلوقة كده زي ما هي أهو بالشكل ده أهو. حط كده الطبقة اللي من تحت وافردها، وبعدين هحط الحشو بتاعي. حط الحشو كده اللي احنا عملناه، ريحة الحشو حلو جدا اهو بالشكل ده. وزي ما قلتلكم ممكن نحط اي نوع خضار، بس اي حاجة احنا فاصوليا خضرة اي حاجة عايزين نحطها تقدروا تحطوها، ذرة حلوة، اي حاجة من الحاجات دي تقدروا اللي انتوا تزودوها. شايفين هحط كده الحشو بتاعي اوزعه اهو كده. صينية مكرونة بشاميل ساعات كمان يعني لما بيبقى فيه صيام بيبقى في ناس كتير محتارة مش عارفة تنوع ازاي في الاكل، وبرضو افكار هتخليكوا تعملوا سفرة حلوة في نفس الوقت مختلفة اهو. حط شوية بشاميل كده، وبعدين هحط شوية مكرونة. تمام، حط المكرونة اللي فوق الوش كده، أو ممكن حابين تخلطوهم مع بعض برضو ينفع، اللي انتوا يعني حابينه تقدروا تعملوه اهو بالشكل ده كده. وبعدين هحط البشاميل فوق الوش كده بالشكل ده. هجيب بس سباتولا انزل كل البشاميل اللي فاضل عندي اهو كده اهو، انزل كده
ممكن بقى تزودوا عن كده، ممكن تزودوا البشاميل شوية حابينها كده. تمام اهو خلاص. بعد كده عايزة احمر الوش شوية، احط شوية بقسماط، ممكن كمان تستخدموا اللي هو الحار ده اللي بيبقى في الكياس لو حابين. اهو شوية بقسماط كده فوق الوش، هيحمرولي الوش شوية ويدوني كده كريسبي كده للمكرونة، هيدوني طعم حلو جدا. اهو كده، وبعدين ندخلها الفرن. دي كده المكرونة البشاميل النباتي. قبل ما نطلع فاصل هقول لكم تاني عملناها ازاي. عملنا الخضار مع بعض، كوسة مبشورة، بصل مبشور او مفروم، وجزر ومشروم، كل ده حطيناهم مع بعض مع الثوم المفروم، قلبناهم مع بعض مع شوية زيت، وحطينا عليهم مكعب مرقة خضار، وحطينا ملح وفلفل وشوية بابريكا وشوية جوز الطيب وشوية بهارات. خلاص ده الحشو بالنسبة لي بتاع المكرونة. طيب والمكرونة سلقناها، والبشاميل عملناه 5 معالق من الزيت و5 معالق من الدقيق، وحطينا عليهم بعد ما قلبتهم شوية كده 30 ثانية، حطينا عليهم حوالي 1.5 لتر من مرقة الخضار وملح وفلفل ورشة جوز الطيب حطيتها فوق الوش. ركبنا الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شفتوا، ريحته حلوه جدا، طعمه حلو جدا. مش شرط على فكره يبقى صيامي، ومش شرط يبقى نباتي، ممكن تعملوه كنوع من انواع التغيير. ما عندكيش لبن، عايزه توفري شويه، عايزه تعملي حاجه اقتصاديه، يعني ده اكتر حاجه تقدروا تعملوها. الحلقه النهارده كلها اقتصاديه، تقدروا تعملوا حاجات مش مكلفه، وفي نفس الوقت تعملوا سفره منها، تقدروا يعني تستمتعوا بسفرة حلوة ومختلفة. وزي بالظبط الحاجات اللي احنا هنعملها بالغالي، لا هنشوف بدايل ليها هنعملها بأقل شوية. هنطلع بقى فاصل، وبعد الفاصل هنعمل كيك من غير لبن من غير بيض، عشان في ناس كتير برضو بعتتلي عندها حساسية قلبان الحاجات برضو الصيامي، تنفع يبقى كيك صيامي، كيك نباتي برضو نفس القصة، اقتصادي. كل ده هنعمله مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل. هنعمل كيك حلو جدا، استنونا بعد الفاصل ان شاء الله نعمله مع بعض.